السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا بكم. الفيديو ده هتكلم عن كيفية احتساب أرباح بلوجر من جوجل أدسنس. الفيديو ده هدي فيه معلومة مختصرة علشان نسهل على المبتدئين فهم طريقة احتساب الأرباح. شفت شوية أسئلة بتقول كم أربح من 1000 زيارة على بلوجر، ممكن يجيني أربح قد إيه من 1000 زيارة؟ وشفت سؤال تاني بيقول كم زيارة أحتاج لكي أربح $10 يوميا، محتاج كم زيارة علشان أقدر أربح منهم $10 يوميا؟ هجاوب على التلات أسئلة دي ببساطة جدا، فركز معايا. أولا، كيف يتم احتساب الأرباح؟ هل بمشاهدة الإعلانات أو بعدد ظهور الإعلانات ولا بعدد نقرات الإعلانات والضغطات على الإعلانات؟ يعني أنا بربح لما الزائر يضغط على الإعلان ولا لما يشوف الإعلان؟ أولا، ده بيتوقف على نوع الحملة الإعلانية اللي عاملها المعلن. هتلاقي معلن هيكون عامل الحملة الإعلانية بتاعته إنه يدفع مقابل النقرات، واحد تاني عامل الحملة الإعلانية بتاعته، احنا دلوقتي بنتكلم في المعلنين أصلا اللي هم بيعملوا الإعلانات، تمام؟ واحد تاني هيكون عامل الحملة الإعلانية بتاعته إنه يدفع مقابل عدد الظهور، واحد تالت هيكون عامل الحملة بتاعته إنه يدفع مقابل عمليات التحويل، يعني الزائر ينقر على الإعلان، يضغط على الإعلان ويدخل يشتري كمان أو يسجل، تمام؟ دي تلات أنواع. لكن هنقول في الأساس إن عملية الربح من أدسنس عن طريق المواقع أو عن طريق بلوجر بيكون من النقر على الإعلانات والتفاعل معها كمان، بمعنى إن لو زائر شاف إعلان لتيشيرت وضغط على الإعلان ده بيتحسب لي أرباح، إنما لو شاف الإعلان بتاع التيشيرت ده وضغط على الإعلان ودخل اشترى تيشيرت، لا، ده كده في الحالة دي بيتحسب لي أرباح أكتر. وده كله طبعا بيتوقف على نوع الحملة الإعلانية اللي عاملها المعلن زي ما قلنا. يعني ممكن تدخل على حساب أدسنس بتاعك وتلاقي موجود عندك أرباح ومع ذلك لسه ما عندكش ولا نقرة. الأرباح دي جت منين؟ جت من عدد الظهور، تمام؟ طيب كده معنى كلامك إن أدسنس بيحسب لي أرباح من النقرات ومن ظهور الإعلان؟ أيوة بالظبط، بيحسب لك أرباح على النقرات وبيحسب لك من ظهور الإعلان، لكن الغالب أو الأساس إن هو بيحسب لك من النقرات. الأرباح اللي بتيجي عن ظهور الإعلان دي بتبقى أرباح ضعيفة جدا، يعني يلزمك عدد زيارات كتيرة جدا وكبيرة جدا علشان تلاقي عندك أرباح من 1000 ظهور، تمام؟ طيب، في نقرات وفي أرباح، دي بنحسبها إزاي؟ الأرباح بتساوي تكلفة النقرة في عدد النقرات، ونفرض مثلا إن أنا عندي 100 نقرة وكل نقرة سعرها $1، يبقى أنا عندي إجمالي الأرباح كام؟ $100، 100 اللي هي عدد النقرات في سعر النقرة اللي هي $1، يبقى الأرباح الكلية كام؟ الأرباح الكلية $100، وممكن طبعا تزيد لأن زي ما قلنا بيجي لك أرباح عن كل 1000 ظهور. طيب، السؤال الثاني بقى اللي بيقول كم أرباح عن كل 1000 زيارة؟ ده على حسب سعر النقرة، وسعر النقرة بيتحدد على كذا عامل. أولا على حسب بلد الزائر، ثانيا على حسب سلوك الزائر، دخل نقر وبس ولا دخل نقر واشترك أو سجل في الخدمة اللي هي خاصة بالإعلان، وعلى حسب تكلفة الحملة الإعلانية اللي عاملها المعلن طبعا، وعلى حسب الكلمات المفتاحية اللي انت حاططها في الموضوع. يبقى سعر النقرة مش بيتحكم فيه حاجة واحدة، بيتحكم فيه أكتر من عامل، تمام؟ يعني الموضوع ده هيختلف من واحد للتاني، هتلاقي واحد بيربح من 1000 زيارة $1 فقط، واحد تاني هتلاقي بيربح برضو من 1000 زيارة $10. انت نفسك ممكن تربح من 1000 زيارة $2 في يوم، وتاني يوم تلاقي نفسك بتربح برضو من 1000 زيارة $30، لان عملية مش ثابتة زي ما قلت لك. السؤال الاخير بقى اللي ناس كتير بتسأله، احتاج كم زيارة لكي اربح $10 يوميا؟ محتاج يجيني على الموقع كم زيارة، كم عدد الزيارات اللي تجيني علشان اربح في الموقع $10 يوميا، او اربح من الموقع $10 يوميا؟ بص يا سيدي، ده بيتوقف على متوسط سعر النقرة ونسبة النقر للظهور، حاجتين، متوسط سعر النقرة ونسبة النقر الى الظهور. يعني مثلا لو قلنا ان متوسط سعر النقرة 5 سنت، تكلفة النقرة 5 سنت، ونسبة النقر للظهور عندك في الموقع هي 8%، تمام؟ كده احنا عرفنا سعر النقرة، قلنا 5 سنت، تمام؟ وطبعا الدولار في 100 سنت، تمام؟ ونسبة النقر للظهور عندك في الموقع 8%، يعني كل 100 زائر بيخش الموقع منهم 8 بس اللي بيضغطوا على الإعلانات.
هنحسبها ازاي؟ الارباح المطلوبة على سعر النقرة بيساوي عدد النقرات. يعني بالنسبة لنا في المثال بتاعنا الارباح المطلوبة كام؟ $10 يوميا على سعر النقرة اللي هي 5 سنت، يبقى هيساوي 200 نقرة. انا محتاج 200 نقرة وكل نقرة تكلفتها 5 سنت علشان اقدر اربح $10 يوميا. طيب دلوقتي برضو احنا لسه محتاجين نعرف محتاجين كام زيارة. احنا كده عرفنا عدد النقرات وعرفنا سعر النقرة وعرفنا نسبة النقر للظهور. عشان نحسب عدد الزيارات اللي احنا محتاجينها اللي تجيب لنا $10، بنحسب عدد النقرات على نسبة النقر للظهور. في المثال بتاعنا هنقسم 200 اللي هي عدد النقرات على نسبة النقر للظهور اللي هي 8 من 100، تمام، بيساوي 2500 زيارة. يبقى انا محتاج 2500 زيارة عشان يجيبولي 200 نقرة، وسعر النقرة 5 سنت، ونسبة النقر للظهور عندي في الموقع 8%. يبقى انا كده ممكن اقول ان انا علشان اربح $10 يوميا محتاج 2500 زيارة، ويكون سعر النقرة 5 سنت، ويكون نسبة النقر للظهور 8%. ممكن انت بقى تاخد الداتا دي وتطبقها على اي بيانات او اي احصائيات انت عاوز تعرفها. لحد كده انتهى الفيديو بتاعنا. ادعمنا بلايك على الفيديو، ولو عندك اي سؤال سيبه في التعليق وان شاء الله بنرد عليه. واخيرا تقبلوا تحياتي، كان معكم احمد قطب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.